الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يعلن فوز الحزب بجميع المقاعد البرلمانية والمجالس الجهوية خلال الجولة الثانية. المعارضة الموريتانية تتحدث عن فوزها بعدد من البلديات في العاصمة وفي مدن الداخل وتصف النتائج بالمبشرة. مسيرة في العاصمة المالية باماكو رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي منحت إبراهيم بوبكر كيتا الفوز بمأمورية ثانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يتواصل في موريتانيا الإعلان الجزئي لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية، وقد أعلن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد والمحم فوز الحزب بجميع المجالس الجهوية، فيما تتحدث المعارضة عن فوزها بالمجلس الجهوي لمدينة العيون، كما فاز الحزب كذلك بأغلب بلديات العاصمة نواكشوط وبالمجلس الجهوي للمدينة، والذي كانت تتنافس عليه المعارضة من خلال ائتلاف لعدد من أحزابها. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. النتائج الأولية للانتخابات البلدية على مستوى نواكشوط تفيد بفوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بخمس بلديات من أصل 90 هي عدد بلديات العاصمة. وقد فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بكل من دار النعيم وتيارت والرياض والكسر وتفرغ زينة، فيما فازت المعارضة بأربع بلديات وهي عرفات وتجنين والميناء والسبخة. وإلى جانب ذلك فقد فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالمجلس الجهوي لمدينة نواكشوط وفق تغريدة نشرها رئيس الحزب سيدي محمد المحم على حسابه على تويتر، حيث أكد أن الحزب فاز ب13 مجلسا جهويا هي عدد المجالس الجهوية في موريتانيا، فيما تتحدث المعارضة عن فوزها بالمجلس الجهوي لمدينة العيون. وكان الاتحاد من أجل الجمهورية قد خاض جولة انتخابية ثانية على مستوى المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط الذي رشح لرئاسته عمدة بلدية تفرغ زينة فاطمة بنت عبد الملك لمنافسة مرشح ائتلاف المعارضة الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل محمد جميل المنصور. وتعكس النتائج الأولية المعلن عنها على مستوى العاصمة أن المعارضة كانت أقوى خلال الجولة الأولى، كما تظهر نسبة المشاركة التي ناهزت 50% بعد أن تجاوزت 70% خلال الشوط الأول أن العديد من الناخبين لم يصوتوا لأسباب مختلفة. وتعتبر الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية الحالية أول انتخابات تشارك فيها المعارضة الموريتانية بمختلف مكوناتها، وقد خاضت تنافسا وصف بالشرس خلال الجولة الأولى، وهو ما أهلها لخوض جولة ثانية في معظم المجالس الجهوية وبعض المجالس البرلمانية إضافة إلى البلديات. من جانب آخر، أعلن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد المحم في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر فوز الحزب بالمقاعد البرلمانية التي يجري التنافس عليها خلال الجولة الثانية والبالغ عددها 22 مقعدا، وكان الحزب قد حسم خلال الجولة الأولى 67 نائبا برلمانيا من أصل 157 هي عدد مقاعد البرلمان الموريتاني. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. حقق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فوزا كاسحا في الشوط الثاني من الانتخابات حسب النتائج الأولية. فقد أعلن رئيس الحزب سيدي محمد المحم فوز حزبه ب 22 نائبا في كافة الدوائر التي تأجل حسمها للشوط الثاني من الانتخابات في 12 دائرة داخل البلاد، وبهذه النتيجة يكون مجموع المقاعد البرلمانية التي حصدها الحزب الحاكم في الشوطين 89 نائبا من أصل 153 نائبا تم انتخابها بالاقتراع المباشر،
وهو ما سيمكنه أيضا من حصد 4 مقاعد يمثلون الموريتانيين في الخارج يتم انتخابهم من طرف البرلمان بالأغلبية، والتي هي بحوزة الحزب الحاكم ليرتفع عدد نوابه إلى 93 نائبا من أصل 157 نائبا هي مجموع المقاعد في البرلمان الموريتاني. وبذلك يكون حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد حقق الهدف الذي أعلنه الرئيس محمد عبد العزيز مسوغا به تدخله لدعم الحزب في هذه الاستحقاقات، وهو أن تكون للحزب أغلبية مطلقة تمكنه من تمرير المشاريع القانونية الحكومية دون أن تكون لأي طرف القدرة على إسقاط مشاريع الحكومة، بوصف ذلك من منغصات الاستقرار الضروري للنظام السياسي ولضمان السير المضطرد للمؤسسات العمومية. ويرى مراقبون أن الرئيس الموريتاني يريد ضمان ولاء البرلمان للغرفة الواحدة حتى لا تتكرر تجربة إسقاط مشاريع الحكومة الحيوية كما حصل في العام 2017 عندما صوت مجلس الشيوخ على إلغاء مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس وحكومته. شهدت العاصمة نواكشوط مظاهر احتفالية للطرفين الموالي والمعارض بنتائج الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية، وفيما يقول بعض قادة الطرف الموالي إنهم حسموا المجالس النيابية والجهوية. تتحدث المعارضة عن حسمها عددا من البلديات في نواكشوط وفي بعض مدن الداخل. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. سباق نحو إعلان النتائج الأولية بين الأحزاب السياسية عمليا عبر الاحتفالات وافتراضيا عبر النشر الإعلامي فيما لم تعلن اللجنة الانتخابية الرسمية أغلب ذلك. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وبعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع أعلن فوزه بثلثي النواب وهيمنته على المجالس البلدية ونيله أغلبية المجالس الجهوية وفق أرقامه الأولية. فلدينا لحد الساعة أكثر من ثلثي البرلمان، وهذا أمر بالغ الأهمية، ولدينا ما يناهز 80% من المجالس البلدية رغم أنها لا زالت في بعض الدوائر جارية عملية الفرز، والمجلس الجهوي أيضا وبدوره لا زال في طور عملية الفرز. نحن نعتبر أن لدينا لحد الساعة أكثر من 50% من المجالس الجهوية. حزب تواصل الذي يقود عددا من ائتلافات المعارضة يؤكد حسم العديد من بلديات مدن الداخل وأريافه ويصف نتائج المجالس الجهوية بالمبشرة. كسبنا الرهان في بلدية العيون مع شركائنا بحزب حاتم، كسبناه في بلدية القليق، في الدفعة، في بار كيول، في العارية، في أوليقات، وفي بلديات عديدة. لازلنا ننافس على بلدية كنكوصة، والفارق منحصر جدا بيننا وبين حزب الاتحاد الجمهوري، وبالتالي هي نتائج في عمومها مبشرة. على مستوى المجالس الجهوية أيضا النتائج طيبة. ويصف تواصل منافسته في الشوط الثاني بالشرسة، ويؤكد فوز المعارضة ببلدية عرفات رغم ما سماه استخدام وسائل الدولة ضده، وكذا بلدية تجنين وبلدية الميناء بفارق صوت، إضافة إلى اتجاهه لحسم المجلس الجهوي للحوض الغربي. وتنتظر النتائج الأولية التي تعلنها الأحزاب السياسية إمضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى تأخذ الصفة الرسمية، وهو ما قد يأخذ بعض الوقت. وتؤكد اللجنة توصلها حتى الآن إلى النتائج النهائية لنواكشوط، والتي فاز بمجلسها الجهوي الاتحاد من أجل الجمهورية، وفاز بست بلديات أخرى، فيما فاز تحالف معارض ببلديتين وحزب الطلائع ببلدية. أما فيما يتعلق بالمجالس البلدية فإن الحزب نال ست بلديات من أصل 9، بينما فاز تحالف الأحزاب وتواصل ببلدية تجنين وبلدية عرفات. أما البلدية المتبقية فكانت من نصيب الطلائع.
وقد بدأت النتائج النهائية للشوط الثاني تصدر تباعا منذ منتصف ليلة الأحد، حيث تأكد حينها حسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لبلدية الكسر في نواكشوط وخسارته بلدية المجرياح، ويرتقب أن يكتمل الفرز خلال الساعات القادمة في ظل رضا كل طرف عن نتائجه حتى الآن. محمد أحمد الخوية، المرابطون، نواكشوط. ومعنا في الاستوديو الولي والسيدي هيبة، كاتب صحفي ومحلل سياسي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. نعم، نتائج الجولة الثانية لم تعلن بعد بشكل رسمي، لكن الواضح أن حزب الاتحاد من الجمهورية تصدر وبفارق كبير. ما دلالة ذلك وإلى أي حد كان منتظرا؟ بحسب النتائج التي تتداول على مواقع الانترنت، نعم، وعلى المواقع الإلكترونية، يبدو جليا أن حزب الاتحاد الجمهورية كسب هذه المعركة بتحقيقه نتائج جد كبيرة. نعم، لكن ما دلالة ذلك وإلى أي حد كان منتظر؟ الدلالة الحقيقية لن تتأتى إلا من اللجنة المكلفة بفرز هذه النتائج، وتلك لم تعلن بعد عن ذلك. يبقى أن المتتبعين والمترصدين لهذه النتائج عبر كما قلت لك المواقع الإلكترونية وشبكة العنكبوتية بشكل عام تظهر النتائج التي تحصل عليها الناس أن الحزب الجمهوري هو المتصدر للوائح كلها. نعم، إذن المعارضة بدت ضعيفة خلال الجولة الثانية مقارنة بما قامت به في الجولة الأولى، كيف تقرأ ذلك؟ أولا، الضعف الذي انتاب المعارضة جاء في الشوط الأول، وكان من المتوقع أن يسود الإحباط وأن تأتي النتيجة أيضا ضعيفة في الشوط الثاني، وهو بالفعل ما حدث. ثم إن الكثير من الذين كانوا في صف المعارضة مالوا برضاهم ربما إلى كفة الأقوى في هذه الانتخابات، وهو حزب الاتحاد الجمهوري. نعم، إذن نسبة المشاركة خلال الجولة الثانية بالكاد وصلت 50%، لكن في الجولة الأولى تجاوزت 70%، إلى ما ترجع ذلك؟ هذا كما قلت لك، الشوط الأول أقبلت عليه الناس باهتمام كبير، سواء الذين يؤيدون حزب الاتحاد من الجمهورية وأحزاب الأغلبية المنضوية تحت لوائه، وسواء الذين كانوا يريدون لأحزاب المعارضة أن تأخذ قدم سبق في هذه الانتخابات. فجاءت المشاركة على غير ما هو متوقع قوية جدا، قاربت 70% أو زادت عليها قليلا. أما الشوط الثاني فجاء ضعيفا جدا نتيجة لعوامل عديدة، منها الإحباط الذي انتاب بعض المواطنين الذين كانوا من صف معين، ولما اكتشفوا أن النتائج لم تسعف ذلك الصف تقاعسوا في المرحلة الثانية. هنالك أيضا أسباب أخرى، منها أن الكثير من الناس كان في الداخل وعاد إلى نواكشوط، وأحدث ذلك بلبلة، ولم يتمكن الجميع من الذهاب إلى المكاتب للتصويت. نعم، إذا حزب الاتحاد انحسم رسميا جميع المقاعد البرلمانية المتنافس عليها في الجولة الثانية، سيشرف عدد نوابه على 90 نائبا، ألا يكفي ذلك من أجل تمرير مشاريع الحكومة؟ هذا سابق لأوانه، لكن ما يتداول هو أن هذه الجمعية إذا كانت لصالح حزب الاتحاد مجلس الجمهورية فهي فرصة حقيقية يؤولونها بأنها التشريعية، لأن يراجعوا مواد الدستور ويصلوا إلى بعض الأهداف التي هي في صدورهم وحتى أصبحت على ألسنهم. نعم، إذن إلى أي حد شكلت مشاركة المعارضة منافسة للموالاة يمكن التعويل عليها في الانتخابات الرئاسية القادمة بغض النظر عن المترشح؟ المستوى الذي ظهرت به المعارضة باستثناء حزب أو اثنين كان ضعيفا جدا،
وإن دل على شيء فإنما يدل على تقهقر في صفوفها. إذا لم تتدارك الأمر وتلملم شتاتها وتعاود مرة أخرى بشكل أقوى وبرصوص أكثر وبصفوف أكثر رص، فإنها أيضا ستخسر جودة الانتخابات الرئاسية المقبلة. إذن هل عكست نتائج المولاة خلال هذه الانتخابات ما يؤشر على إمكانية فوزها بالانتخابات الرئاسية القادمة؟ كل المؤشرات تدل على أن الضعف الذي انتابها لا يساعد على القول بأنها قد تكسب جودة، لكن كما قلت لك في السياسة كل شيء ممكن. تحدث عن الموالاة. أنا أتحدث عن الموالاة، لا أعتقد أن النتائج التي أحرزت هي نتائج مشجعة جدا، وستحفز هذه الموالاة على أن تعمل جاهدة لتكسب الانتخابات الرئاسية المقبلة. نعم، إذن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الولي السديهيبة، شكرا جزيلا لك. شكرا. قال الكاتب الصحفي عبيد وليميجن إن الأهم بالنسبة للرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز خلال المرحلة القادمة هو العمل على تنظيف البيت الداخلي. وأضاف وليميجن في حديث له خلال حلقة من برنامج المشهد الانتخابي أنه بدلا من الهجوم على الحقوقيين والسياسيين والدخول في التجاذب السياسي ينبغي العمل على تنقية البيت الداخلي. أنا أعتقد أن الذي ينبغي أن نوجهه لرئيس الجمهورية هو أن التنظيف في البيت الداخلي هو الأهم. ينبغي أن نراجع ما أين الخلل، ما هي المنظومة السياسية والثقافية التي يكمن فيها الخلل، ثم نتجه إليها. ثانيا، في تصوري الشخصي أن الأحزاب السياسية التي شاركت اليوم بما في ذلك رئيس حزب تواصل ورئيس لي اف بي ورئيس لا بي بي كلهم بعد التصويت أصدروا تصريحات ربما تكون في بعضها رد على رئيس الجمهورية وفي بعضها الآخر ردود متبادلة بين الأحزاب السياسية المعارضة التي الآن تقف أيضا ضمن صراع هذه الشخصية أو صراعات قادتها الشخصية. وقال وليميجن إن البرلمان القادم سيكون مزعجا وتسمع فيه أصوات من لا صوت لهم داخل القبة ومن لم يحترفوا السياسة من قبل، مضيفا أنه رغم ذلك فإن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيحصل بسهولة على أغلبية مريحة من المقاعد البرلمانية. البرلمان القادم سيكون مزعجا، سيكون برلمانا تسمع فيه أصوات من لا صوت لهم أصلا داخل القبة، سيكون فيه أصوات حتى الذين لم يحترفوا السياسة ولديهم مشاكساتهم ولديهم أراء مخايرة. ولكن في تصوري أنه من الصعب أن لا يحصل الاتحاد. أعتقد أن وأتمنى أن يكون يعني في تحليلي غير صائب، في تصوري أن 22 دائرة انتخابية الآن التي فيها الآن الإعادة، أن الحزب الاتحاد من الجمهورية في شوطه الأول نال 67 مقعد، من السهل عليه أن يحصل على 12 مقعد على الأقل من هذه الدوائر الإعادة، 78 مقعد بالإضافة إلى تحالفاته مع الأحزاب الموالية والأحزاب الأغلبية سينال بكل سهولة الأغلبية. إقليميا، خرجت المعارضة المالية في مسيرة بالعاصمة باماكو رافضة نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوز إبراهيم بوبكر كيتا بمأمورية رئاسية ثانية من 5 سنوات. وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا قد نصب مؤخرا رئيسا للبلاد بعد إعلان فوزه خلال الجولة الثانية على زعيم المعارضة سومايلا سيسي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. المعارضة المالية تخرج إلى الشارع من جديد في مسيرة رافضة لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي فاز بها الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا بمأمورية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات. ورغم أن المسيرة لم تكن حاشدة على عكس المسيرات السابقة التي خرجت في باماكو ضد إعلان فوز كيتا، إلا أن المشاركين بها وعلى رأسهم زعيم المعارضة الخاسر سومايلا سيسي
جدد تمسكها برفض النتائج المعلنة. وتأتي احتجاجات المعارضة على نتائج الانتخابات أياما بعد إعلان الحكومة تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لمدة شهر، وذلك على إثر استمرار إضراب القضاة عن العمل، وما جعل المترشحين لا يحصلون على بعض الوثائق الضرورية لدفع ملفات ترشحهم. وفي ظل استمرار المعارضة على موقفها الرافض للاعتراف بنتائج رغم تنصيب إبراهيم بكر كيتا وإعلانه مد اليد لسميلة سيسي الذي يلقبه بأخيه الأصغر، فإن المشهد السياسي في مالي يتجه نحو التأزيم إذا لم تتفق الأطراف المتنافسة. وإذا استمر معسكر سميلة سيسي في الرفض فإنه قد يقاطع الانتخابات التشريعية المرتقبة شهر نوفمبر القادم. وتواجه مالي بالإضافة إلى الانقسام السياسي الحاصل مشاكل وتحديات أخرى، يعتبر بسط الأمن والاستقرار بشمال ووسط البلاد في صدراتها، إضافة إلى تفعيل اتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية. وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا السلطات المالية مؤخرا إلى تقديم تقرير فصلي حول مستوى التقدم في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة والتحديات التي تواجهه. وسبق للمجلس أن أصدر عقوبات قال إنها ستفرض على الأطراف التي تعرقل مسار تطبيق الاتفاق، غير أن ذلك لم ينفذ بعد. إلى الشأن الفلسطيني، حيث وصف النائب السابق لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب الوضع الراهن للمسجد الأقصى بالعصيب. وأضاف الخطيب في تصريح له أن الأقصى يتعرض لانتهاكات وتدنيس مستمر من طرف من سماها الجماعات الصهيونية المتطرفة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. نذيرا بين يدي دعوات الاقتحام والتدنيس الاستيطانية المبسوط لها جناح الحماية والرعاية من لدن الحكومة الصهيونية وسلطات الاحتلال، أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية السابق في الداخل الفلسطيني المحتل أن المسجد الأقصى يعيش في الظرف الراهن أياما عصيبة في ظل ما يتعرض له من انتهاكات وتدنيس مستمر على يد الجماعات الصهيونية المتطرفة، داعيا في تصريح صحفي جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والدفاع عنه. وأكد الشيخ كمال أن المؤسسة الإسرائيلية هي التي تستبيح المسجد الأقصى، مبينا أن قطعان المستوطنين والمقتحمين هم مجرد أذرع لتلك المؤسسة وجزء من تشكيلة أحزاب حكومة نتنياهو، وبالتالي فإن من يقف خلف هذه الاقتحامات هي الحكومة وأحزابها ومركباتها وفق تعبيره. كما دعا الخطيب أهل القدس والضفة والداخل إلى التزام الوفاء بدورهم المشهود في حراسة وتأمين المسجد الأقصى، مهيبا بالمقدسيين وعشاق القدس ومحبي الأقصى أن يجأروا بصوت النصرة ويلظوا بشعار الأقصى ليس وحيدا. وقال الخطيب في تصريحه إن المؤسسة الإسرائيلية تستغل الظرف الفلسطيني والإقليمي والعربي وتقوم بهذه الاستباحة متناسية دور الشعوب التي ستفشل مخططاتها وستثبت أن الأقصى دونه الأرواح والمهج وهم مستعدون لتقديم الغالي والنفيس من أجله. وتواطئ الجماعات الصهيونية المتطرفة بين يدي موسم الأعياد اليهودية عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك والتمركز في ساحاته في تواجد استعراضي تبلغ وتيرة ذروته استعارها يوم 19 من الشهر الجاري. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يعلن فوز الحزب بجميع المقاعد البرلمانية والمجالس الجهوية خلال الجولة الثانية. المعارضة الموريتانية تتحدث عن فوزها بعدد من البلديات في العاصمة وفي مدن الداخل وتصف النتائج بالمبشرة. مسيرة في العاصمة المالية باماكو رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي منحت إبراهيم بوبكر كيتا الفوز بمأمورية ثانية.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.